نعم، معنا اتصال عبد الله من سدير. نعم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير، حياك الله عبد الله، تفضل بالسؤال. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، عندي الوالد والوالد الله يحفظهم سافروا خارج المملكة 10 أيام وجمعوا وقصروا، هل في ذلك شيء؟ الوالد نعم. الوالدان سافرا 10 أيام ويقصرون ويجمعون. إذا كانوا ما استقروا في بلد يتنقلون فلا مانع من القصر والجمع، أما إذا كانوا استقروا 10 أيام في بلد وهم يعرفون هذا فهم أخطأوا في الجمع والقصر، ولكن نظرا لأنهم يجهلون هذا الأمر فنرجو أن الله يعفو عنهم، لكن لا يعودون لمثل هذا. نعم.